وللمزيد من الأضواء تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبوظبي الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى. دكتورة، بداية نرحب بك، ولو تطلعينا على أهم الجلسات التي شارك فيها وفد مملكة البحرين هناك في أبوظبي. مساء الخير. طبعا هذه القمة من عنوانها هي قمة النظر للمستقبل بعيون برلمانية، ويتضح ذلك من خلال جدول أعمال جلساتها العشر اللي موزعة بين اليوم وبكرة، واللي حرصنا على حضور الخمس جلسات الأولى اللي انعقدت هذا اليوم. فالمحاور تتناول مواضيع غير تقليدية وغير كلاسيكية، وهو ما يجعلها تلامس المجتمع والشباب بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، القمة تناقش موضوع دور البرلمانات في تطوير الابتكار وتعزيز العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة، بالإضافة لقضايا مجتمعية ملحة مثل قضايا الصحة والتعليم والمناخ وشح الموارد. فبالتالي جميع الجلسات اللي شاركنا فيها لحد الآن تعتبر جلسات مهمة ومميزة، وإن شاء الله بكرة راح نكمل مشاركتنا في باقي الجلسات. نعم، طيب دكتورة، الآن يعني مشاركة البحرين في قمة عالمية كهذه، ما الذي يعني من الممكن أن تضيفه لمسيرة العمل النسائي خصوصا في القطاع التشريعي؟ طبعا هذه القمة أخوي هي قمة نوعية في الشكل والمضمون. السبب أنها تحمل عدة رسائل. أولا أنها قمة للنساء البرلمانيات والقياديات بدول العالم، فبالتالي احنا هني طبعا نتبادل الخبرات البرلمانية بين النساء في هذا المجال. الأمر الثاني والأهم أن هذه القمة تنعقد في عاصمة خليجية عربية إسلامية. فطبعا هذه رسالة عما تحظى به المرأة الخليجية العربية المسلمة من مكانة في المشهد السياسي، وذلك طبعا بدعم من قادة دولنا وثقتهم بدور المرأة في بناء المجتمع الخليجي. طبعا ويعني نعم دكتور، الموقع أو المكان اللي انعقدت فيه هذه القمة يبين مدى يعني أهمية أو دور المرأة البرلمانية في المشهد السياسي. نعم، في المنطقة. نعم، إذن من العاصمة الإماراتية أبوظبي دكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. استعرضت الإدارة العامة للتخطيط العمراني في